من جانبه دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى إطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة العراق واستقراره. وأوضح الحلبوسي أن ما آل إليه الوضع اليوم ينذر بخطر كبير، مطالبا بتدخل من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس. كما حذر رئيس مجلس النواب العراقي من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف.